السلام عليكم. هنبدأ جولتنا النهاردة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الساكن الآر 7 ومنطقة المستثمرين. هيبقى في جولتين النهاردة، الجولة الأولى بكومباوند البنك الأهلي، والجولة الثانية في نفس الفيديو هتبقى بكومباوند جولدن يارد. طيب احنا دلوقتي في منطقة الحي الساكن الآر 7، هنبقى في كومباوند سكني للبنك الأهلي المصري. هو كومباوند مميز جدا، ضياء كونسلت، في تصميم المجتمعات السكنية الفاخرة بالعاصمة الإدارية. ويتكون المشروع من 65 عمارة، والعمارة بدروم وأرضي و7 أدوار، و32 توين هاوس، و129 تاون هاوس، وفي نادي، وفي مول تجاري وإداري، ومسجد وحضانة وفرع للبنك. حاجة مميزة جدا بمنطقة من أفضل المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة. مساحة الكومباوند هنا على 74 فدان، في أفضل أحياء العاصمة الإدارية الجديدة الآر 7. الآر 7 هنا معلومات كده على السريع، الحي السكني الآر 7 بموقع استراتيجي ومميز داخل العاصمة الإدارية، حيث يقع جواره على مقرب منه أهم الأحياء والطرق والمحاور الرئيسية داخل العاصمة، حيث يقع بالقرب من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي والنهر الأخضر ومجمع الوزارات والقصر الرئاسي. يمتد الحي السكن السابع على مساحة كبيرة جدا وضخمة، حيث تبلغ مساحة الآر 7 الإجمالية حوالي 10,000 فدان، مساحة كبيرة جدا، وهو أحد الأحياء الثمانية التي تم البدء فيها في المرحلة الأولى. يبعد الحي السكن السابع دقائق عن الطريق الدائري الذي يعد من أهم الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية، وكذلك يتميز الحي السابع بموقع الملاصق لحي المستثمرين. طيب خدمات الحي السكني الآر 7، يعتبر الحي السابع بمثابة مدينة متكاملة الخدمات، حيث يضم كافة الخدمات الأساسية والترفيهية التي يحتاجها كل السكان. ومن أهم الخدمات التي يقدمها الحي السكن السابع مساحات خضراء شاسعة، حيث انتشار كبير للحدائق والمنتزهات العامة، حيث مناظر اللاندسكيب والطبيعة الخلابة. خدمات تعليمية مميزة، حيث يضم الحي عدد من المدارس الدولية والخاصة لجميع المراحل التعليمية، وكذلك سوف يتم بناء أول جامعة سويدية بالشرق الأوسط. ويضم الحي مركز تجاري بمعايير عالمية تنفيذ شركة الفطيم، وكذلك عدد من المولات التجارية على أعلى مستوى. احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، الكومباوند عبارة عن عمارات وتوين هاوس وتاون هاوس. الكومباوند قدامنا حاجة مميزة جدا، الإنشاءات فيه بنسبة 90%، وجاري تشطيب الواجهات الخارجية، وفي بالفعل عمارات خلصت التشطيب الخارجي. يعني حاجة مميزة جدا كومباوند البنك الأهلي. ومكملين جولتنا، احنا دلوقتي في منطقة المستثمرين، وده تصميم آخر للعمارات في الكومباوند، كومباوند البنك الأهلي. والكل اللي يعني حابب يشتري هنا، يعني لا انت بتشتري حاجة قدام عينك، يعني ولا لسه بقى هبني ولا احفر، ولا انت جاي بتعين الشقة جاهزة. حاجة محترمة جدا بالنسبة لحد حابب يقعد هنا في أفضل أحياء العاصمة الإدارية الآر 7. وده الطريق الرئيسي في منتصف الحي السكني الآر 7.
كل اللي على الشمال وعلى اليمين دي مشاريع شغالة 24 ساعة. بعديها على طول هنخش على كومباوند جولدن يارد، من أهم الكومباوندات هنا برضو في منطقة الحي السكني الار 7. موقع جولدن يارد في الحي السكني الار 7 هو قريب جدا من الكاتدرائية ومن النهر الأخضر وفندق الماسة وأرض المعارض، ويبعد كومباوند 10 كيلو متر فقط من مطار العاصمة الجديد والقصر الرئاسي. طيب، خدمات جولدن يارد بيقدم لك هنا مناطق مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات، ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، ونادي اجتماعي قد ورياضي يضم قامت ملاعب الصلاة كرة قد القدم قامت الصلاة وملعب تنس وملعب سكواش وملعب رياضية أخرى وحمامات سباحة وصالات ألعاب ورياضية ونادي صحي ومول تجاري يضم العديد من المحلات التجارية أشهر الماركات العالمية ومطاعم وكافيهات وعيادات طبية وخدمات أمن وحراسة على مدار اليوم طوال الأسبوع وكاميرات مراقبة متطورة. طب نبذة عن المطور العقاري لكومباوند جولدن يارد. نفذ كومباوند جولدن يارد من خلال تحالف قوي من مجموعة شركة مارسيليا للتطوير العقاري والشركة المصرية للتطوير العقاري، حيث وقع الاختيار على شركة مارسيليا لكونها واحدة من أكبر الشركات في مجال الاستثمار العقاري، ونظرا لخبرتها الطويلة التي تتعدى 20 عاما في هذا المجال. وحرصت شركة مارسيليا على استخدام أحدث معايير الجودة الخاصة بتشييد المدن الحديثة في كافة مشروعاتها، وللشركة كثير من الأعمال في مصر ومنطقة الخليج العربي. ففي مصر قامت بعدد من المشروعات في الساحل الشمالي ومرسى مطروح والإسكندرية والعين السخنة، ومن أبرز هذه الأعمال منتجع مارسيليا 1 ومارسيليا 2 وقرية مارسيليا بيتش ومارسيليا بيتش 3 في الساحل الشمالي. يعني مكملين جولتنا كده في الحي السكن المميز جدا الار 7 بناء على طلبات اخواتنا اللي بيشاركونا على القناة من التعليقات. كان في كومنتات محتاجين معلومات واللوكيشن كومباوند البنك الاهلي وكومباوند جولدن يارد. يعني الانشاءات هنا الصراحة شغالة بسرعة عالية جدا، وفي بعض العمارات خلصت خرسانات زي ما انتم شايفين كده، وجاري التشطيب الداخلي والخارجي فيها. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.